مرحبا بالتلاميذ الأعزاء بالمركز الفرصة الثانية للنزهة بمديرية مولارشي. أود أن أذكركم قبل بدء هذه الحصة أو تقديم هذه الحصة بأن هذه الفترة هي فترة دراسة وليست عطلة، فمزيدا من العطاء والمثابرة والاجتهاد حتى نتمكن من تطوير مهاراتنا والحصول على نتائج جيدة بالامتحان الإقليمي الإجهادي. حصتنا اليوم ستخصص لدرس مادة الصرف والتحويل في موضوع مصدر الثلاثي والغير الثلاثي. لننتبه جيدا. حسنا، إذن بالرجوع إلى النص الناشئ الصغير وبعد قراءته فإنه يتضمن الكلمات الآتية: النجاح، العمل، الرحمة، اعتمادا، تحصيلا، وتكوينا. حسنا، إذا لنلاحظ هذه الكلمات ثم نناقشها لكي نفهم الظاهرة جيدا. حسنا، إذا السؤال الأول: على ماذا تدل هذه الكلمات النجاح، العمل، الرحمة، اعتمادا، تحصيلا، تكوين؟ بطبيعة الحال هذه الكلمات فهي عبارة عن مصادر. سيليها السؤال التالي: ما أفعالها؟ ثم وما هي أوزانها؟ وهل هي جميعها قياسية؟ إذن هذا ما سنعرفه ونناقشه في جدولين الآتيين. حسنا، لننتبه إلى هذا الجدول. هناك مصدر نجاح على وزن فعال، فعله نجح وهو فعل ثلاثي. عمل فعل، فعله عمل وهو فعل ثلاثي. رحمة وزنها هو وزن هذا المصدر فعلة، فعله رحمة، الفعل فهو ثلاثي. إذن ما الذي أثار انتباهكم في هذا الجدول أو ماذا تستنتج من هذا الجدول؟ إذن نلاحظ أن الفعل عمل ورحمة لهما نفس الوزن لكن مصدرهما مختلفين. إذن نقول أن مصادر الأفعال الثلاثية فهي سماعية، أي غير قياسية. لو كانت قياسية لكان الفعلين لهما نفس المصدر. بالنسبة للجدول الثاني نلاحظ أن جميع هذه الأفعال فهي أفعال غير ثلاثية. لنأخذ الفعل الأول: حصل، فهي على وزن فعل، مصدره تفعيل يعني تحصيل. حصل مصدره تحصيل، إذا مصدره تفعيل. لنأخذ فعل يشبه الفعل حصل على وزن فعل، دمر، فهي على وزن فعل، إذا مصدره تدمير على وزن تفعيل. إذا نلاحظ أن هذا الفعلين لهما نفس الوزن ولهما نفس المصدر. إذا نقول أن هذه الأفعال فهي أفعال قياسية، أي نقيس عليها لكي نستنتج المصدر. إذا نتابع بقية الأفعال: عالج على وزن فاعل، معالجة، علاج، مفاعلة، فعال. أحسن على وزن أفعل، إحسان، إفعال. تقدم، تفعل، تقدم، تقدم، تفعل. تعادل، تفاعل، تعادل، تفاعل. انطلق، انفعل، انطلاق، انفعال. اعتمد، افتعل، اعتماد، افتعال. احمر، افعل، مصدره احمرار، افعلال. استقبل، استفعل، استقبال، استفعال. إذا كيف نوظف هذا الجملة؟ على سبيل المثال نأخذ الفعل امتلأ. امتلأ فهو على وزن افتعل، إذا مصدره سيكون على وزن افتعال، أي امتلاء. لنأخذ الفعل آخر: وسع على وزن فعل، إذا مصدره سيكون على وزن تفعيل، توسيع. حسن، إذا استنتج. إذا قاعدة: مصادر الأفعال الثلاثية كثيرة لا تعرف إلا بالرجوع إلى كتاب اللغة. ثم مصادر الأفعال غير الثلاثية فهي قياسية وتختلف أوزانها
باختلاف صيغ أفعالها. إذا الأفعال غير ثلاثية فهي قياسها، ونرجع إلى الجدول لكي نصوغ هذه المصادر. نشاط تطبيقي. حسنا، إيتي بمصادر الأفعال الآتية: انتصر، أقبل، انكمل، واكب، استعجل، تقلب. أتمنى أنكم قد استوعبتم الدرس، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.